رئيس ديوان الوقف الشيعي اتهم فصيلا مسلحا بمهاجمة منزله بسبب سيطرة الفصيل على على الجامع الكبير في مدينة الحلة. طبعا هو أشار إلى هذا الفصيل لكن لم يسمه، لكن ما هو متعارف عليه في العراق الآن أن ميليشيا العصائب هي التي تسيطر على الجامع الكبير في مدينة الحلة. فنشاهد. على كل حال، الجهة بالنسبة لنا معلومة، لا يوجد خلاف شخصي بيننا وبين أحد، إنما قد تحصل تجاوزات من بعض الجهات على المساجد، على الأوقاف، على الممتلكات التي تعود إلى الوقف، وهنا نحن حينئذ نسلك المسالك القانونية من خلال المحاكم لاسترجاع تلك الحقوق والأوقاف. هذا هو كل ما في الأمر، وأنه حصل في منطقة أمنية محصنة في بغداد في الجادرية، ولا يمكن لأي جهة خارجية أن تخترق هذه المنطقة. الأمر حصل من داخل المنطقة من جهات تدعي مشاركتها بالعملية السياسية، لكنها تتقوى على الآخرين بأساليب العصابات. ما حال الضعفاء من الناس وما حال الفقراء من الناس الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات يوميا من هذه الجهة ومن الجهات الأخرى؟ ونحن نقول اليوم ينبغي تفعيل تلك النقاط المذكورة في كلام السيد رئيس الوزراء، ينبغي تفعيلها على الأرض وحصر الحركات المسلحة على الأرض بقيادة العمليات ومكتب السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.